اهلا ومرحبا بكم من جديد. وصلنا لترند حلقتنا اليوم من برنامج 24 جرات. ولما تحصل معضله في البلد دي او كارثه او ضيق في معاش الناس، سميها زي ما تسميها، تحصل ازمه كاش مثلا، هاك دي 45,000 كاش تشيل منك شيك ب 50,000، تحصل ازمه بتاعت بنزين، انا طوال اجري اجيب في الصف املى التنكي بتاعي امشي افرغه وابيع سوق اسود اجي راجع ثاني اجيب في الصف برضه، وهكذا. تحصل ازمه بتاعت دقيق مثلا، انا اشيل الدقيق المدعوم وامشي ابيعه، والصداع بتاع عمال وكهرباء وبتاع ده انا اتجاوزه. يعني في مشكله بتحصل او في معضله بتحصل، نحن بنزيد الطين بله يعني. وده دور تجار الازمات تحديدا، وده موضوع ترند حلقتنا اليوم، هو تجار الازمات وتجاره الازمات اللي هي دائما بتحصل في البلد دي. لما يكون في اي ازمه بشكل من الاشكال بنلقى انه في ناس بيتغذوا من الازمه دي. ده موضوع حلقتنا اليوم. ضيفنا داخل الاستوديو دكتور نصر الدين شلقامي، هو رئيس الجهاز القومي لحمايه المستهلك. دكتور نصر الدين مساء الخير. اهلا، مساء النور، مساء النور على كل المشاهدين. كيف الاحوال؟ مرحبا بك. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. كده قبل ما نبدا الحوار بتاعنا، احنا عملنا مجموعه بتاعت استطلاعات من الشارع العام. السؤال تحديدا كان هو رايك في تجاره الازمات او تجار الازمات. نتابع الاستطلاعات دي ونجي راجعين نبدا حوارنا. والله انا من رايي التجاره بتاعت الازمات اولا بتتلخص في ثلاثه محاور. المحور الاول اللي هو الانسان ذاته بالنسبه للمواطن ذاته، اللي هي اتفقدت بالنسبه لنا يعني جد الوطنيه. المحور الثاني اللي هي الحكومه ذاتها في كيفيه فرض هيبتها بالنسبه للسوق، بالنسبه للاسعار، بالنسبه لكل الشيء الموجود. المحور الثالث مشترك فيه كلنا والله، حكومه على الشعب عليه اناي، ونحن في ظل ثوره جديده وفي ظل تغيير جديد، من المفترض ان الناس تستفيد من الدروس والعبر. والله حل الازمات ده هو يعني عموما انه اي زول شغال على كيفه، التجار شغالين على كيفه، ما حنقدر نسيطر على الحاجه دي، هي حتكون مشكله ما لما الناس كلها تتفق وتحدد يعني شيء معين بيفهم حتى الناس يعني ترتاح من المشكله دي. لكن هي اي زول حيكون شغال على كيفه، والناس طبعا ما حنقدر، اي زول بيشتري يعني ما ممكن نقول ده ما تشتري من ده، خلي ده امشي اشتري من ده عشان ده سعره اقل، او مثلا ده غالي شديد انا ما حاشتري منه، والحاجه ده بكون انا نفسي فيها ومحتاج ليها at the same time انا لازم اشتري من ده، ما ممكن يعني يكون في لا هناك الحاجه دي سعرها اقل انا حاشتريها او حخليها. يعني برجع بقول انه عدم الرغبه، يعني بقت ما في رغبه في اي حاجه. الرغبه في الاسواق ما في، يعني مثلا اكزامبل مثلا التجار اي واحد بيبيع سعر براو، مثلا في الافرام يعني مثلا الناس بتشيل العيش بتبيعه برا باسعار شنو؟ اسود. يعني مشين الفرن خلي بقى الفرن مقفل بتمشي شنو؟ تبيع بس اسود. كذلك في الجاز، كذلك البنزين، يعني بقت ما في رغبه، اي زول بيشغل على هواه. الحلول المفروض الناس تراعي لبعض، والحكومه ذاتها تخط ازعار، يعني كل حاجه تخط لها اي تخط تكون في رغبه، يعني اي حاجه تكون عندها يعني حاجه محدده وسرعه محدده، وتكون في عقوبه لاي زول مخالف، تكون في عقوبه يعني ما تخلي السوق سايل للناس، يعني كل زول يشتغل على هواه. والله انا متاكد تماما انه الازمات الحاصه دي كان في الجاز، كان في البنزين، كان في الرغيف، هي في حد نفسها متوفره، لكن كيفيه الرغبه عليها ما صحيحه والله. يعني مثلا الدقيق ده ابسط حاجه هو متوفر، لكن ما قاعد يصل الافرام، ما عارف انه ما لما يصل الافرام ذاته الناس العاملين في الافرام بيطلعوا لنا رغيفنا كما هو، الله اعلم، لكن في حد نفسها متوفره والله. يعني بتلقى عربات البنزين دي اللي بتكب البنزين تلقاها متوفره بكميه هنا في الجيلي، لكن ما قاعد تصل الطرمبات، السبب شنو الله اعلم. فدي مشكله كبيره بجد، يعني حرفيا يعني أسوأ حاجة حاليا احنا بتواجهنا هي مواصلات. مثلا يعني انا مثلا قبل الحظر كان انت مثلا 1100 جنيه بتوصلك، هسي حاليا 500 جنيه اقل، يعني ليميت الادنى او الادنى انك انت تشيله. يعني طيب هسي في طلبة جايين من الولايات عايزين كم عشان يصلوا؟ اقل تذكرة انا زي بتكلم عننا 5000 من الولايات، إذا كان مدن القريبة دي الحافلات ب 800 جنيه. فيعني في مشكلة حقيقية، ما عارفة الطلبة جايين ديل حيقدروا يتخطوا الموضوع ده كيف، أو حيقدروا يتعايشوا معه كيف. طيب دكتور نصر الدين، دي يعني مجموعة من المواطنين ديل باختلاف أعمارهم وباختلاف وظائفهم، وبعض منهم طلبة، سألناهم عن تجارة الأزمات ودي كانت
ردودهم. في البداية يعني عن طريق خلينا نعرف يعني الأزمات الحالية الحاصلة في البلد ومرتبطة ارتباط مباشر بمعاش الناس. في الواقع إنه نحن يعني عايشين في حالة بتاعت أزمات متواصلة. يعني بيجي الخريف في أزمات، بيجي الصيف في أزمات، بيجي الشتاء في أزمات. يعني عندنا أزمات متواصلة جدا، في أزمات مصنوعة وفي أزمات أصلها جاية نتيجة لعوامل طبيعية وعوامل تجارية وعوامل اقتصادية وكده. فبالتالي حسب ما يعني ورد في الاستطلاعات الموجودة إنه في غياب للدور لدور الدولة في الأسواق، وفي نفس الوقت المواطن هو عارف إنه في خلل في الأسواق، لكن هو في النهاية ما عارف حقه، حقوقه ذاته ما عارفه. يعني لا بد إنه يكون هو المواطن عارف حقه. التحرير الاقتصادي الصدر في سنة 1992 هو خلق فوضى كبيرة جدا في الأسواق، وخلق سوفان لدى التجار أو معظم التجار الموجودين، إنه أي واحد يبيع زي ما داير، أي واحد يتصرف زي ما داير، يستغل حاجة الناس في أي وقت من الأوقات. يعني جاء شهر رمضان تلقى إنه التجار يستغلوا حاجة الناس في شهر رمضان، جاء الضحية نفس الشيء، جاءت الأعياد في الملابس، يعني كل الأوقات تلقى في السنة أن إحنا في استغلال كبير جدا للمستهلك. من العام 92 يعني وزارة التجارة رفعت يدها من التسعيرة بتاعت السوق بصورة المشكلة إنه القوانين الموجودة حاليا بتسمح للتاجر يبيع زي ما هو عاوز، وده صدر في سنة 1992 وما تغير من الوقت ده. فالسعي الآن ونحن ساعين في كنا في جمعية حماية المستهلك والآن في جهاز حماية المستهلك إنه يكون في على الأقل 10 سلع هذه السلع تكون مسعرة. وزارة التجارة يعني هي قادرة جدا وعندها الإمكانيات الكافية. العشرة السلع دي انتو سميتوها؟ سميناها 10 سلع سميناها، هي السلع الأساسية اللي بيستهلكها أي زول في البيت، الدقيق والسكر والزيت والصلصة واللحوم حاجات. يعني هي 10 سلع 10 أساسية. طلبنا إنه هذه السلع سلع وزارة التجارة بأقسامها المتخصصة في التسعير وفي التكلفة تقوم بإصدار تسعير لها. طيب وخاصة يعني خاصة في وقت الأزمات، يعني إحنا في وقت الأزمات لا بد أن نفعل القوانين الاستثنائية، تحكم في الأضرار. لا بد يعني. لا بد إننا نفعل القوانين الاستثنائية. يعني في جائحة كورونا إحنا وجدنا إنه كل الدول حولنا يعني فعلت قوانين استثنائية. يعني مثلا السعودية الدولة الغنية دي كان طوالي أصدروا أحكام في حق أي إنسان يزيد سلعة. يعني كانت 10,000 في البداية، كانت 10,000 ريال غرامة وسجن لأي شخص يستغل حاجة الناس. يكون في قوانين رادعة يعني زي ما قلت في الحالات الاستثنائية كده. يعني إذا حاليا هسي الأزمات الحاصلة هسي إذا سمينا، يعني إحنا عارفين إنه في مشكلة في البنزين وفي مشكلة في الجاز، يعني في الجازولين، في أحيانا قد تكون في مشكلة في الدقيق لأن بنشوف الصفوف بتاعت العيش. يعني في أزمات كده هي مبررة من قبل الحكومة نفسها، لكن تجار الأزمات بيزيدوا الطين بلة في الموضوع كده. يعني ده الشكل بتاع الموضوع تحديدا الأساسي إن إحنا يعني حابين نتكلم عنه، اللي هي بتدخلك دائما في السوق الأسود. خلينا نعرف السوق الأسود يا دكتور. أيوة. هو السوق الأسود في تاجر بيخزن سلعة معينة بيحرم المواطن منها على أساس إنه بعد شوية في فصل معين في وقت معين سعرها حيرتفع، حيكون فيها ندرة في السوق، هو يطلعها عشان يبيعها. وما في قانون يبيع سلعة تكون سلعة غير قانونية إنه هو يبيعها، برضو ده نوع من السوق الأسود. وفي نوع من الغش التجاري كذلك، ده نوع برضو من السوق الأسود. يعني أنت بتبيع لي سلعة وأنت عارف إنه السلعة دي مغشوشة. بتبيع لي يعني أبيع لك زيت مثلا على أساس إنه زيت فول، لكن هو يكون فوق مثلا نسبة 2% فول زيت فول، والباقي كله يكون زيت أولين أو أي زيت رخيص تاني. فدي نوع من برضو نوع من الاستغلال لحاجة النزول، ونوع من الغش التجاري اللي هو موجود في الأسواق. الأسواق الليلة الموجودة عندنا في البلد هي أسواق منفلتة تماما وما فيها أخلاقيات أبدا. تحت ما يعني لا بد أن نفعل قوانين صارمة، لا بد أن تكون فيها قوانين صارمة، تكون في محاكمات صارمة. وعندنا يعني قانون حماية المستهلك الصدر مؤخرا فيه مواد يعني صعبة جدا للناس اللي بيستغلوا حاجة الإنسان، وضد التخزين،
ضد الاحتكار، دي كلها في مواد بتحاكم محاكمة رادعة جدا في هذه الأشياء، لا بد أن تفعل من خلال جهاز حماية المستهلك كده. القوانين اللي أنت يعني تحدثت عنها دي، هل هي مفعلة كده بالصورة؟ ما مفعلة للأسف الشديد، إنه القوانين دي الآن ما مفعلة، حتى القوانين التجارة الداخلية ما مفعلة. يعني أديك مثل بسيط جدا، في قانون صدر من سنة 2012، القانون ده بيقول إنه توضع الأسعار دباجة بالسعر على كل سلعة. قانون ده يعني أي واحد حتى اللي بيبيع الفواكه في الشارع ده لو ما واضع السعر كاتبه زي ما شفتها في مصر مثلا، يتلقى البيبيع في الشارع خدت كرتونة كاتب على سعر السلعة، إذا ما خدتها يحاسب، والقانون بيحاسبه، وفي مادة في القانون رادعة جدا بتحاسبه. لكن القانون ما زال موجود إلى اليوم، يعني ما يتلقى وما يتعدل، ما مطبق القانون موجود لكن ما مطبق، وصدر من وزارة التجارة نفسها. صدر لا، القانون صدر من مجلس التشريعي ولاية الخرطوم، مجلس التشريعي ولاية الخرطوم. الجهات اللي بتنفذه هي المحليات، ونيابات حماية المستهلك وشرطة حماية المستهلك وشرطة التموين، هي دي الجهات المفروض تنفذ هذا القانون، بس على أرض الواقع ما في شيء، ما موجود. وفي مقاومة له شديدة جدا من التجار وأصحاب العمل. في كان محاولات يعني لأن يتم تنفيذ القانون ده في البداية، في بداية ما صدر في 2012، حصلت في كم شهر كده سنة كده لحد نهاية السنة، كان في حملات بتطلع للمحلات، لكن للأسف الشديد وقفت الحملات، والناس بيقوا ما بتقيدوا بهذا القانون، والمستهلك نفسه من التجار، والمستهلك يعني نفسه بقى برضو ما قاعد يسأل، ما قاعد يسأل. يعني ليه المستهلك لما يدخل المحل وما يلقى السعر مكتوب مفروض يمشي طوالي لصاحب المحل يقول له يا أخي أنت تكتب السعر، وإلا أنا حاشتكي، أو يضرب تلفون طوالي للخط الساخن مثلا بتاع النيابة بتاع أي حد يشتكي يقول هذا المحل يعني ما متقيد بال. احنا عندنا نيابه مخصصه يعني لي في نيابه مخصصه، نيابه حمايه المستهلك، حمايه المستهلك نعم، ونيابه برضه تموين، مباحث التمويل موجوده برضه في وزاره التجاره. النيابه دي استجابتها كيف للشكاوى بتاعت المواطنين؟ بس اتصلها، يعني ناس جاهزين وعندهم قوه جاهزه، لكن المواطن يصلهم يعني اهم شيء انه المواطن هو يصله كويس. دي احنا رساله نوجهها يعني بالضبط، رساله نوجهها لانه مشكله في نوجهها اول معين. نعم. نوجهها للمحليات اول حاجه، ثم ثاني نوجهها للمواطن نفسه، انه المواطن اول ما يجد اي نوع من المخالفه بهذا الشكل يمشي طوالي للنيابه حمايه المستهلك ويبلغهم انه المحل الفلاني كده، ومن حقه ان هم يجوا ويحاسبوا المخالفه دي. جميل. طيب يعني خلينا نتكلم عن وجوب إدارة وضبط معاش الناس، إنه يعني الناس حاليا الوضع حاليا أنت قلت يعني تحدثت عن مجموعة من القوانين هي غير مفعلة، أسي حاليا السوق في فوضى كبيرة زي ما قلت، يعني إنه حاليا ما في أي شكل من أشكال الضبط كده في الأسواق هنا في السودان كده. إذا توجب إنه مثلا يكون في تحكم في الأضرار يعني في السوق حاليا كده، إنه شنو السياسات أو القوانين الاستثنائية زي ما تكلمنا عنها قبل اللي هي ممكن تكون مفعلة هي تعمل شكل بتاع ضبط للأسواق حاليا كده؟ يعني حاليا أنا أفتكر أهم شيء نفعل قانون اسمه قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، ده بيمنع تخزين أي سلعة واحتكار سلعة. لا إذا فعلنا هذا القانون بيكون سهلنا كثير جدا. نفعل قوانين استثنائية لضبط الأسواق في حالة انفلات الأسعار في سلعة معينة، تصدر طوالي قوانين بتسعير السلع، والانفلات ده يعني موجود. أيوة طوالي تصدر قرارات بقوانين محلية، قوانين استثنائية في حالة الانفلات الكبير، طوالي تفعل هذه القوانين. يعني مثلا أديك مثلا الليلة في ارتفاع كبير في سعر الدولار اليوم من مبارح لليلة، بالتالي في سلع ارتفعت، والسلعة دي يعني أصلا هي مشترينا بأسعار يعني أقل مختلفة يعني خالص، أقل كثير جدا، فما في مبرر إنها هي ترتفع السعر، فدي ما في رد عليها إلا القانون. وفي نفس الوقت أن إحنا برضو بنناشد الغرف التجارية واتحادات أصحاب العمل إن هي تناشد عضويتها، لأنه إحنا عارفين إنه عضويتها كلها ما هي عضوية يعني سليمة وكده، في منهم المنفلتين، في منهم الغشاشين، في منهم المطففين، فذيل أن إحنا بنناشد الغرفة التجارية هي نفسها إنها تتابع معنا، تتابع مع الجهات الرسمية إنه وتناشد عضويتها رفقا بهذا المواطن. وفي نفس الوقت أنا بفتكر إنه معاملة
الناس اللي بيستغلوا حاجة المستهلك معاملتهم معاملة العصابات المنفلتة. يعني كثير من الدول بتعاملهم معاملة العصابات، ما بتعاملهم معاملة الخيانة الوطنية كذلك. كثير من الدول قوانين بتعامل الناس اللي بيستغلوا هاي الناس وتجار الأزمات بتعاملهم طوالي معاملة العصابات والخيانة الوطنية. في الآونة الأخيرة يعني الدولة بقت بتحارب تجارة العملة تحديدا كده وفعلت قوانين كثيرة جدا وقوانين صار مرادعة كده، يعني ممكن يكون بنفس المستوى يحاربوا تجارة الأزمات تحديدا يعني بنفس الطريقة اللي انت بتحارب بها بالضبط. بتحتاج لقوانين استثنائية تطلع من المحليات، من المجالس التشريعية، من المجلس المشترك السيادي ومجلس الوزراء يطلعوا قوانين استثنائية في مثل هذه الحالة تحكم الأسواق وتعمل تضبطها. في نفس الوقت وزارة التجارة والجهات المعنية لابد انها تضبط الأسواق، تعمل ضبط في الأسواق الكبيرة، يعني الأسواق المركزية. الأسواق المركزية اللي منفلتة، يعني الباب فاتح أي زول بيدخل في السوق، أي زول بيدخل يبيع ويشتري، وسماسرة محررة السماسرة، لأن السماسرة هم الليلة بيزيدوا أسعار السلع. يعني أي سلع الليلة عندها كارتل أو عندها مجموعة بتاعت محتكرها، أي سلعة عندها مجموعة محتكرها من السماسرة. فمحاربة السماسرة بتعني انه قفل هذه الاسواق، تقفل الاسواق دي، تعمل لها بوابة، البوابة دي يدخلها التاجر النظيف الدافع ضرائبه، اللي عنده بطاقة ضريبية، اللي عنده نشاط تجاري معروف ورخصة تجارية معروفة، هو اللي يدخل هذه الأسواق ويتعامل في داخل السوق. لكن أنا بخلي يعني تحديدا إذا تكلمنا عن السماسرة ممكن يكون هم لاقين مساحات كبيرة جدا هم شغالين عليها، الدور اللي ممكن تلعب الدولة في إنها تضيق المساحات دي على السماسرة تحديدا في إنه يكون في شركات وطنية هي اللي بتشتري من أماكن الإنتاج، هي اللي يعني يكون في معارض مفتوحة للمواطنين كده، يكون في من المنتج إلى المستهلك. في قبل ده كله تكون في بورصة في الأسواق الكبيرة، يعني الأسواق المحاصيل الموجودة في القضارف وفي الأبيض عندها في بورصة للسلع. البورصة هي بتحكم السوق، يعني إنه ما في أي حاجة تعرض من المنتج تدخل البورصة، وبعد ذلك يسهروا التجار الموجودين اللي عندهم بطاقات ضريبية، اللي عندهم سجل تجاري، يدخلوا البورصة ويشتروا، وبعد ذلك تمشي للمستهلك. وده موجود في الأسواق في الدول حولنا كلها موجود، فالانضباط ده موجود. وجود وزارة التجارة في داخل الأسواق مهم جدا، وجود وزارة التجارة هو عن طريق وجود بورصات للسلع في داخل السوق بتحكم الحركة بتاعت تحت السوق بصورة كبيرة جدا. جميل. طيب يعني احنا نرجع لتجار الأزمات مرة أخرى، هم كيف بينشطوا وكيف بتحايلوا على القانون وكيف بتحايلوا على المواطن نفسه، يعني في انك انت تقتنع بأنه فعلا ده سعر المنتج ده أو ده سعر يعني هو أقدر أقول لك أنه يعني استغلال لحالة الأزمة ذات الموجودة، فهم بيستغلوا الحالة دي، الشح بيستغلوا الشح وعدم وجودها، وبيرفعوا الأسعار وبيضاربوا فيها كذلك. فيعني لا بد من محاربتهم، لا بد من تعريفهم في الأول وتحديد مواقعهم وتحديد أماكنهم. ودي كلها يعني في جهات مختصة ممكن تأدي الدور ده. طيب جميل. يعني برضو واحدة من الأشياء المهمة جدا يمكن يكون يعني تحديدا البنزين والجازولين. أنا عندي تجربة شخصية في الموضوع ده كده، يمكن يكون في جائحة كورونا ذاتها يعني لأسباب قوية جدا اضطريت أنه أنا أسافر كوستي، اللي هي المسافة من الخرطوم لكوستي 5 ساعات. في طول ال5 ساعات دي تقريبا كل 7 دقائق كل 10 دقائق كده بيكون في مجموعة من الشباب قاعدين وقدامهم باغات كبيرة جدا فيها بنزين وجاز، ويعني ما حاجة متسوسة أو ما حاجة كده تحس إنه في تخفي في الموضوع ده، هي موجودة أمام الزلط، يعني أنت بتكون ماشي في الزلط بتكون شايفة وين الأجهزة بتاعت الدورة، يعني دي ما بتحتاج مجهود زاده في إنك أنت تحاربها. يعني بالضبط في 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 حقيقة تساهل كبير جدا، يعني دي معروفة وشايفين. أنا كنت حذكر الموضوع ده بالمناسبة لأنه فعلا عندي صديق كان في كوستي قبل 2 أو 3 أيام وكلمني قال لي على مر الطريق، وكذلك في الأبيض كثيرة جدا، يعني دي نسبة عالية جدا من السودان، كل الطرق يعني موجودة. ودي الحقيقة يعني ما عملية سهلة، ما عملية صعبة بالنسبة لل محاربتها ما عملية صعبة، يعني عملية سهلة جدا أنه تعرف مصادرها. يعني الجهات الشرطية والمباحث المركزية السودانية قادرة أنها تعرف هذا الشيء، قادر انه تتبعه وتعرف مصدره
وتعرف منو الشغالين في الشغل ده. فدي ما عملية صعبة، دي عملية سهلة جدا. فأنا بقول لك يعني أجهزة الرقابة حقيقة في استرخاء كامل، وبعيدة جدا عن الأسواق. أجهزة الرقابة بعيدة من الأسواق، فلا بد إنه تفعل القوانين، لا بد إنه أجهزة الرقابة تكون شغالة، ولا بد إنه تكون كذلك إنه يعني كل أطياف المجتمع إنها تشارك في الرقابة. يعني ما دي البلد، يعني أنا أضرب لك مثل في أمريكا لما جات جائحة كورونا في أمريكا، و التطبيق التجاري أمازون المشهور لغى كم شركة تجارية كبيرة أمريكية، لغاها لأنها رفعت الأسعار بتاعت الكمامات والمطهرات والحياة دي، لغاها. فنحن بنحتاج لمشاركة المجتمع، من المنظومة مشاركة، نعم. ومشاركة المنظومة تحت بتاعت الغرف التجارية واتحادات أصحاب العمل وكده، المنظومة دي تشارك معنا، تشارك مع الأجهزة الشرطية وأجهزة المستهلك، تشارك معها في محاربة هذا النوع من التجار الطفيليين اللي هم أصبحوا يعني أغلبية في الأسواق. طيب الآن، يعني إنه الأجهزة في حالة استرخاء في بالتأكيد محاربة يعني تجارة الأزمات تحديدا كده في هاي الأسواق بصورة عامة كده. طيب مش ممكن الوعي بتاع المواطن ده إذا بقى مكتمل في إنه في أي مكان في أي سوق إنه هو مستعد إنه يبلغ للنيابة وإنه يتابع القضية وإنه لحد ما يتأكد إنه التاجر الفلان الفلاني هو بيغش أو بتاجر في سلعة معينة كده ما مفروض تاجر فيها بالشكل ده كده، الوعي بتاع الناس المستمر والمتكرر مش ممكن يكون سبب في إنه ذات الأجهزة دي تنشط في العمل؟ بالتأكيد يعني احنا نحتاج الأجهزة الإعلامية بمختلف مسمياتها إنها تشارك مع الناس في 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 وضع الحلول وتوعية المستهلك، لأن توعية المستهلك هي مهمة جدا. لا بد أن يكون في توعية مستمرة يومية، لا بد أن أتكلم عن الموضوع ده يوميا، يكون في زول يتكلم عنه، يوعي المستهلك لأنه الحاجة اللي بتتباع ده غلط، اللي بتتباع هنا غلط، المحل الفلاني فيه بيع أرخص من الحتة الفلانية، المحل الفلاني أغلى وده أرخص. يكون في نشرة صباحية في كل أجهزة الإعلام، نشرة صباحية دي تكون مجانية إنه للمواطن تديه توريه الأسواق، زي ما شرطة المرور الصباح بتوري الشوارع الفاضية، يعني احنا برضو نوري الأسواق، يكون في مسح للأسواق تضامنا مع الأجهزة الإعلامية وزارة التجارة وزارة الثقافة والإعلام، إنه يكون في جهد مشترك. جميل، وأنا بتمنى كمان الإذاعات يعني تتبنى فكرة زي دي كده، كل الإذاعات والتلفزيونات والصحافة المقروءة كذلك والتطبيقات في الواتساب يعني وتكون جزء من العمل ده، يعني ده عمل كبير حقيقة. أن احنا في جهاز حماية المستهلك الحقيقة عندنا حتكون إدارة كاملة للتوعية، والإدارة دي حتكون فيها ناس يعني متخصصين في مجال الإعلام، ناس متخصصين في مجال السوق، ناس متخصصين في مجال الأغذية، في مجال كل الأشياء المرتبطة المجالات المتعلقة بصحة المستهلك. نعم. طيب جميل. طيب نحن أسي تكلمنا يمكن يكون عن معاش الناس، في تجارة يعني بتكون في مستلزمات أو في أجهزة قد تؤدي إلى حياة أو موت، يعني نتكلم عن تحديدا إذا ضربنا مثل بالأدوية المنقذة للحياة، برضو كمان فيها تجارة وفيها سوق أسود وفيها كل أشكال تجارة الأزمات تحديدا. يعني تعاملكم معاه كده انتوا في الجهاز؟ بالتأكيد في مشكلة كبيرة جدا، وأنا أذكر في زيارة ليلة الجنينة، مدينة الجنينة، وجدت في سوق اسمه سوق الدواء، والسوق ده الناس فارشين في الواطة الدواء وموجود، عرفت إنه إلا أنا قبل سنتين زرت الجنينة، وجدت فعرفت إنه السوق ده موجود إلى الآن، إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة. الأدوية بتجي من تشاد، من النيجر، من نيجيريا، من الدول المجاورة كلها، بتجي أدوية مهربة بتدخل بتتباع في سوق الدواء، وبتجي الطريقة للخرطوم طبعا. بتجي العربات بتجيبها وبتتباع في أسواق الخرطوم هنا، يعني برضو ما بنرجع بتمر على إدارة الجودة، أيوة، ما بتمر على أي حد، أدوية مهربة موجودة في الأسواق. ده برضو وممكن تصل صيدليات عندنا هنا في الخرطوم، يعني زي أيوة برجعنا لأجهزة الرقابة برضو، يعني برجعنا لأ إنه برضو في أجهزة مناط بها رقابة الأدوية، فبرضه هنا قد تكون شغالة في محيط ضيق، قد تكون تمسك لها شارح كبير بس تمشي كل يوم شارع الحوادث ولا شارع الرياض ولا وين، لكن بقية الحتت ما في زول بيمشي لها. يعني أنا حسي لو مشيت لأجهزة الرقابية وسألتهم آخر مرة مشوا
الأحياء الطرفية 200 في الخرطوم وفي مدرمان ما بتلقى واحد مشى الأحياء دي. وفي أسواق بالمناسبة في أسواق هناك يعني كبيرة وفي أسواق نشطة جدا وفي حركة تجارية كبيرة جدا وفي غش تجاري كبير جدا موجود هناك. ونحن في إحدى يعني أبحاثنا اللي عملناها في حماية المستهلك وجدنا أنه الشخص الموجود في أطراف العاصمة أو أطراف المدن بيدفع للسلع الغذائية أكثر من الموجود في الأحياء الراقية الكبيرة زي الرياض العمارات المنشية وين بيدفع أكثر. كيف؟ لأنه هو بيشتري كميات بسيطة يعني بيشتري نص الربع يعني مسكول بيشتري حاجة بسيطة جدا فبيحسبوها لي كيف؟ هل بيحسبوها لي بسعر الكيلو لو الكيلو اللحمة مثلا ب200 جنيه هو لما يشتري الكمية البسيطة دي لو زدت عليها 10-15 مرة بتجد إنه هو بيدفع في الكيلو بيدفع في الكيلو مرة ونص قدر اللي بيدفعه في المناطق في داخل المدينة. وجدنا الحكاية دي مثبتة يعني في كل السلع إنه وجدنا الناس دي اللي هم بيدفعوا أكتر مما نحن بندفع حتى في الولايات كمان يعني يا دكتور برضو في الولايات يعني دائما بيقول لك إنه إذا في شح في الخرطوم معناه في الولايات معدوم بالذات في الولايات بيكون أسوأ الوضع كمان. فكمان في جبايات في الطرق كانت موجودة أتمنى إنها تزال هذه الجبايات يعني تزيد التكلفة على السكان المدن المختلفة في الولايات. فالموضوع إنه يعني جهاز الرقابة ده عاوز مراجعة كبيرة جدا وعاوز إعادة نظر يعني في آليات تكوينه آليات حركته القوانين التي ينفذها ويعني والناس اللي بينفذوا ذاتهم يعني جهاز الرقابة يحتاج ل يعني ممكن يكون لما يعني تحدثنا عن الأدوية وتخريبها اللي هي دي بتودينا لمشكلة الحدود إنه حدود السودان مشكلة كبيرة جدا طبعا صح. يعني السودان دولة كبيرة جدا والتحكم في الحدود حاجة صعبة جدا فبالتالي سمعنا بكثير من الحوادث و كثير من التجار اللي تم القبض عليهم انه اذا كان بيهربوا دقيق او بيهربوا المواد المحروقه المدعومه وتحديدا الدعم زاد وقد يكون سبب في الازمات الحاصله دي يعني صح. في شحل يعني الاشياء اللي هي المعينه او المتعلقه بمعاش الناس بصوره عامه كده يمكن يكون التهريب ده يعني في بعض الولايات بيؤدي الى يعني يكون في رخص في الاسعار في بعض الولايات اللي بيكون في ارتفاع في الاسعار يعني مثلا في الولايات مثلا اذا كسر تحدثنا عنه في بعض الاشياء في كسر بتلقاها رخيصه جدا ارخص من الخرطوم بكثير لان انا بتكون مهربه وهي الاقرب للحدود كده يعني برضو صح. دي واجهتوها في الجهاز عندكم صح في 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 سوق كامل للتهريب في كسر موجود ومعروف والناس بتمشي تشتري منه عادي جدا. التهريب هو دمار الاقتصاد قبل كل شيء يعني قد يوفر سلعه لبعض في بعض الاحيان بأسعار رخيصة لكن سلعة تكون هامشية السلعة ما مهمة يعني أسعار الكهربائية الأدوات الكهربائية تجدها في كسل رخيصة جدا بتجي لكن ده كله خصما على الاقتصاد السوداني وأنا أفتكر أنه فعلا بنحتاج لمحاربة التهريب بنحتاج لها نحتاج لها شديد جدا جدا حتى السلع المدعومة من هنا بتمشي وده تخريب للاقتصاد فنحتاج لها وبنسمع أنه والله الليلة قبضوا كذا طن في جاية من وين ومن وين ومن وين لكن ما بنسمع حاكمون بشنو يعني واحد من ده خلل بالمناسبة القوانين ده خلل كبير جدا احنا بنحتاج بنحتاج انه نعرف انه الردع حصل كيف انه الحكم حصل في الحاجة في القضايا دي شنو يعني معظم القضايا اللي بتمشي المحاكم فيها استغلال لحاجة المستهلك بنجد في الاخر انه ما بيقبضوا بنقرأ في الجرائد انه بنسمع بنشوف الحدث بس لكن ما بنعرف وين باقي القضية ما بنعرف الحكم ما بنعرف الحكم ودي بتحتاج انها كمان تنتشر اكثر من القضيه نفسها بالزبط. انه التاجر الفلاني عشان الفلاني او عشان تكون عزه لغيره عشان للغير. المواطن يكون عارف انه والله حقه ده مصان فلا بد انه الاجهزه العدليه انها تنشر تنشر العقوبات في مثل هذه القضايا اللي يستقل فيها حاجه المواطن طيب يعني امكانيه محاربه تجار الازمات من قبل المجتمع اولا ثم الحكومه ثم المؤسسات خلينا نحدد او نسمي المؤسسات المعينة الحكومية اللي هي معنية بمحاربة الأزمات أو تجارة الأزمات في وزارة التجارة وزارة المالية وزارة الضمان الاجتماعي مهمة جدا يعني المنظمات
منظمات وزارة الضمان يكون عندها دور، يكون عندها دور في حالة الأزمات. لا بد إنه يكون عندها دور، لأنه في ناس كثيرين جدا بتأثروا، بتأثر ناس فقراء بيحتاجوا للمساعدة. فلذلك وزارة الضمان الاجتماعي عندها دور كبير جدا، وزارة الداخلية برضو عندها دور كبير جدا، فالمجتمع عنده دور كبير جدا، اتحادات أصحاب العمل، الغرف التجارية عندها دور كبير جدا، الإعلام عنده دور كبير جدا، حي كل المجتمع مفروض يتدخل على أساس لازم تكون منظومة تجارة الأزمات يعني. نعم. بالذات في وضع زي اللي عايشين فيه وبقى نحن وضع إنه في الأسواق الحقيقة يعني منفلتة تماما، ووضع الحالي محتاج يعني محتاج كثير يعني. أيوة. يكون ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار اللي بتتغير يوميا، أحيانا بتتغير في اليوم الواحد مرتين يعني، دحين شفناها كثير في سلع معينة كده. رسالة أخيرة كده قبل ما نختم حوارنا يا دكتور، نوجهها للمجتمع كده، هو ممكن يكون حيضع اللبنة الأولى في محاربة الأزمات يعني بصورة تجارة الأزمات. المستهلك المواطن نفسه، نحن دائما بنقول المواطن ده خط الدفاع الأول، لا بد إنه هو يحتج على أي انتهاك يجده ليجيبه ولصحته، لا بد إنه هو ويبلغ ويتحرك يعني، ويوري امتعاضه على الأقل، يوري امتعاضه لما يجري يعني. بنقول دائما الغالي متروك، أيوة دائما نحن نقول شعار كبير محاربة نقول الغالي يعني. الغالي متروك ده يعني، دي واحدة كمان من الأدوات اللي بتستخدمها مجتمعات كثيرة جدا، إن هي بتحارب السعر بطريقة بسيطة جدا، في انك انت امتناع عن شراء يعني. الامتناع عن شراء والبحث عن البدائل. وهنا دور الإعلام ودور المختصين انه يطرحوا البدائل للناس. والمواطن ذاته بيجد البديل يعني، بيفتشوا بيجدوا يعني، ما لقى رغيف ممكن يمشي للكسرة، ما لقى كسرة يمشي للرز، ما لقى ممكن يعني كل يومين ثلاثة يقاطع السلعة بيجي إنه في رخب يحصل، ودي مجربة كثير جدا. فعشان كذا المواطن هو عنده السلاح، السلاح لدى المواطن قبل كل زول. جميل، حنتمنى الرسالة تكون وصلت يعني. دكتور نصر الدين شلقاني، احنا شاكرين لك كثير جدا وجودك معانا اليوم. بنتمنى إنه يعني دائما الجهاز يكون موجود يعني، جهاز حماية المستهلك يكون موجود، ودائما يكون يعني نحن كمان بنفتح الأبواب دائما كذا لحماية المستهلك كذا، بكل المشاكل اللي بيواجهها المواطن السوداني في معاشه يعني. وفي الفترة الأخيرة يعني الضائقة بقت شديدة كده، وبنتمنى إنه يكون في أدوار كثيرة جدا أنتوا حتقوموا بها، وكمان بيقوم بها المواطن نفسه تحديدا والأجهزة الإعلامية زي ما أسلفت. شكرا لك كثير على وجودك معنا اليوم. شكرا. وصلنا لنهاية ترند حلقتنا اليوم من برنامج 24 جرام، حنطلع فاصل ونجيكم راجعين مرة ثانية، خليكم متابعين.